أردت أن أحافظ على الثقافة اليهودية المغربية، لهذا افتتحت مطعم دار إما، وقررت أن أقدم كل ما هو مطبخ مغربي يهودي أصيل. وأصل الفكرة جاء بعدما لاحظت أن العديد من اليهود السياح لم يجدوا أي مطعم لتناول الأكل الذي يحترم معايير الدينية اليهودية. كل هذا بدا بالبيت باروخ وبدا الهلولة وفرحنا ودابا حنا كناكلو عند شوفي في مراكش في الريستورون ديالها وكل شيء مزيان الماكلة مزيانة كل شيء مزيان ما تعداش شوفي هنا حتى الكازابلانكا حاليا كنتواجد انا بمطعم دار ايما يعني كيعجبني الاكل ديالهم واخا انني كمسلم ولكن بصفتي يعني عربي مغربي يعني متفتح على جميع الديانات كنجي عندهم هنا لهذا المطعم كيقدموا يعني اكلات مزيانه يعني شرعيا حلال بالنسبه لينا وبالنسبه لهم هما يعني بالنسبه للديانات راه كيتشاركوا في بزاف ديال الحوايج قد يكون من الغرور أن أقول أن مطعم هو نموذج مصغر للتعايش رغم أنني ضد الحديث عن التعايش الديني في المغرب لأننا كيهود مغاربة حياتنا هي نفس الحياة المغربي المسلم بأفراحها وأحزانها ومشاكلها لأنني منذ صغري ترعرعت وسط المسلمين ولم ألاحظ أي فرق بيننا وبينهم وما كاينش هذا ياكل يهودي وهذا ياكل مسلمي مسلمين نفس الماكله وحنا كاين من زمان من قديم الزمان وكان مجال مع اليهود والمسلمين تيتبادلوا نفس الوصفات هذا المطعم هو الوحيد من حيث احترام معايير الدينية فكوشر هو توثيق يعطى للمواد التي تستعمل في المطبخ اليهودي كتوثيق حلال الذي يعطى للمواد التي تحترم المعايير الدينية ومن بين هذه المعايير الأساسية في توثيق كوشر هو تنظيف اللحوم طبقا للشريعة اليهودية والعدم الخلط بين المكونات الحليب واللحوم وتعتبر هذه المعايير أساسية للتغذية الصحية فكل ما هو يسمى كوشر بصيغة أخرى فهو حلال Thank you.